إمام جاء وهو محدث وتقدم بصلاة الجماعة ناسيا أنه محدث فذكر بعد ركعة أو ركعتين، فما حكم صلاة المأمومين؟ يقدم واحدا منهم على الصحيح يكمل به، وإن ذهب يتوضأ وعاد وانتظروه واستأنف بهم الصلاة فلا بأس، أو انتظروه المصلين حتى يصلي بهم ويكمل بهم صلاته وينتظرون حتى يسلم لا بأس، لكن أولى والأفضل أنه يقدم يكملون حتى لا يحبسهم ولا يضرهم، يقدم يصلي بهم وهو بعد ذلك يتوضأ. وما مضى صلاتهم صحيح؟ صحيح هذا الصواب. بعض أهل العلم يرى أنها تبطل صلاتهم وأنهم يستأنفونها من أولها لأنه دخلها محدثا، هذا قول جماعة من أهل العلم، وأنهم يستأنفونها من أولها يقدم واحدا منهم يقتديها من أولها أو ينتظر الإمام حتى يرجع فيصلي به من أولها، والصحيح أنه لا يلزم ذلك، بل له أن يستخلف واحدا منهم أو يقدم واحدا منهم حتى يصلي بهم ما بقي من صلاتهم.